مشاهدي قناة اليوم في هذه الحلقة الخاصة من بيروت بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي. مشاهدينا، سأروي لكنا ولكم قصة صغيرة سريعة ممتدة في الزمن لآلاف السنين، قصة كينونة تجمع خواص بيولوجية وحسية وذهنية على درجة من التميز والتمايز. الفكر كانت له منجزاته التاريخية في معظم الحقول، والحس بديع مرهف يكاد يكون ألين مادة عرفتها الطبيعة، والجسد يصدر الحياة. لم يسجل لهذه الكينونة أن كانت مجرمة حرب في التاريخ مثلا، أو مسؤولة عن جرائم إبادة جماعية على أساس الكراهية. ببساطة لم تعرف عنها البشرية إلا كل خير. ولكن هذه الكينونة، هذه المرأة، منيت بهزائم عبر التاريخ لم تتخلص من أدرانها بشكل كلي حتى الساعة، وأن اختلف واقعها بين حيز جغرافي وآخر. وفي هذه البقعة الجغرافية، حيث لم تنضب شلالات الدم لقرون، وحيث لا يزال الإنسان يكافح من أجل أن يستحصل على أبسط حقوقه الطبيعية، المرأة أفصح مثال على وضعية القهر بكل مستوياتها. وفي وضعية المرأة تتجمع كل تناقضات مجتمعاتنا ومنظوماتنا وأنظمتنا. اليوم سنعبر حدود دولنا ونقوم بجرد لواقع المرأة. أين انتصرت؟ أين انكسرت؟ إلى أي آفاق ترنو؟ ولأي مستقبل تتوق؟ ويسعدني أن أرحب في هذا الحوار بثلاث شخصيات، لكل واحدة منهن بصمتها وميدانها الخاص. أرحب من سوريا بالناشطة السياسية بشرى علي، ومن اليمن بالباحثة والناشطة المجتمعية غيداء الرشيدي، ومن لبنان بالصحفية والناشطة النسوية مايا العمار. ومايا، بلش من عندك الحوار، بسألك أول شيء، بتعرفي أيمتى يوم الرجل العالمي؟ بتخيل إذا مش غلطانة ب 19 تشرين الثاني بالضبط. بس يوم الرجل العالمي كتير بيمرق بهدوء، بس يوم المرأة بصخب هائل. يعني ليش برأيك؟ يعني هل هي مدللة أكثر من الرجل؟ صدفة أنه يوم الرجل العالمي هو قبل بنهار من يوم الطفل العالمي. وصراحة كمان أنا انصدمت وقت عرفت هذا الشيء. يمكن ظلم لقاله أنه يعملوا له نهار، أو ظلم لقالنا ما بعرف، بس اللي بعرفه أنه منه بحاجة لنهار، لأنه عنده كل الأيام الباقية بيتمتع فيها بامتيازاته للنظام اللي منقله النظام الذكوري أو النظام الأبوي عطيها. بينما النساء في عندهم هالنهار اللي عم بيذكروا فيه بالمعارك اللي بعد عندهم يخوضوها، والمطالب الكتير اللي بعد عندهم يطالبوا فيها، ومشان هيك بدهم يوم النساء العالمي. برأيي أنا أنه حقوق الإنسان هي للكل، وقت نخصص النساء هو لأنه هالحقوق الإنسان انعطت بتفاوت بين النساء والرجال، وانعطت للرجال بشكل مبدأي واضح. فما في يعني أنه حاجة نحتفل بيوم الرجل العالمي برأيي. بشرى، ما عم تحكي عن هاي الحاجة للاحتفال بيوم المرأة. هلأ يوم الأم أو عيد الأم يعني كل أمهات العالم، عيد المعلم أيضا يعني كل معلمي العالم. برأيك هل يوم المرأة اليوم يعني كل نساء العالم؟ في إجماع نسائي حوله؟ بالضبط، لأن صراحة قضية المرأة أو المرأة هي نفسها كمان عابرة لكل الدول، لكل الحدود، لكل أي شيء، يعني حواجز أو السهود اللي ممكن تعطل الطريق. بطبيعة بحكم عملي يعني بموضوع قضايا المرأة كمان بحكي فيها، بحكي أكثر من المرأة يلي بتكون خواصمها المشترك كتير 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 عابرة لكتير من الأمور. فبحس أنا أو هيك بسميها بالأحرى، المرأة هي أمة عالمية تجمعها كتير من الخواصم وبيجمعها هاليوم. وبعتقد هي جديرة أنه كل أيام السنة تكون هي يوم وقتها رح تكون البشرية بخير وسلام. طيب غيداء، انت بالنسبه لك يوم المراه العالمي يخدم مسيره المراه؟ على طول هي عم بتطالب انه هي كيان اصيل وليس استثنائي، ولكن اعطاء هيدا اليوم يبين انها كيان استثنائي. انت شو رايك بهذا الموضوع؟ انا ارى انه بالنهايه هو امر رمزي،
يعني لا يقدم ولا يؤخر. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يعطي المرأة حقوقها الكاملة ولا يحقق مطالبها، هو شكل رمزي مرتبط تاريخيا بتاريخ هذا الحدث اللي مرتبط بالنساء العاملات في المصانع اللي تم إحراقهن في هذا اليوم، وهم كانوا فقط يطالبوا بحقوقهم بالمساواة في موضوع الوظائف أو الأجور في التوظيف بينهم وبين الرجل. وهي بالنهاية أنه مهم أن نحن نذكر سواء في هذا اليوم أو في كل يوم، رمزية اليوم لا تتعدى فكرة أنه أحياناً تكون مبالغة من فكرة أنه احتفال ومراسم بعيدة كل البعد عن واقع المرأة اليوم بالذات في المجتمع العربي، وبنفس الوقت هي لها جانب إيجابي بسيط أنه لازلنا نطالب بهذه الحقوق. بالتالي في هذا اليوم غالباً تكون في أوج المطالبة والمناصرة والاحتفال وكل الأشكال اللي بتؤكد على المطالبة بالحقوق. فأنا أرى أنه اليوم هيدا مهم أنه يكون موجود لرمزيته وليس لأهميته كيوم للمرأة. بالنهاية نحن نطالب ما بعد هذا اليوم والحقوق العامة لها. جميل مايا، بدنا نبلش نحكي عن واقع المرأة من عندك. بلبنان عربيا في صورة معممة عن المرأة، وتحديدا يمكن الدراما ساهمت بترسيخ هيدا الصورة، أنه هي ممسكة بكل زمام الحياة لإلى قوية منطلقة مقبلة على الحياة، ولكن بالواقع المجتمعي القانوني الحقوقي كيف هي الصورة الحقيقية؟ يعني بوافقك أنه في نوع من انفصام ما بين نحن كيف منبين للعالم وتحديدا العالم العربي، ونحن حقيقة كيف منعيش على المستوى الحقوقي، قديش محرومين من أبسط الحقوق بلبنان. هلا ما فينا أنكر أنه في هامش من الحرية بلبنان بيميز البلد ومجتمعه عن كتير مجتمعات حوالينا، بعد عندهم كتير معارك بمحل نحن قدرنا نتخطاها، خاصة بالتعليم وسوق العمل، مع أنه النسب بعدها يعني مدون المطلوب، إنما أحسن يمكن شوي من غيرنا، كمان بحرية اللباس، بحرية التصرف، بحرية التنقل. في تفاوت بين المجتمعات العربية وحتى بالمجتمع بقلب لبنان كمان طبعا، بين بيروت ومناطق برات العاصمة بيروت. إنما وقت النساء تواجههم مشكلة بلبنان، حتى نحن هون في نساء ما بتعرف إنه الوضع هالقد سيء، يعني مش بس بالعالم العربي مفكريننا منيح، النساء اللبنانيات وقت تواجههم المشكلة يكتشفوا قديش مظلومين. يعني وقت تصير مع المشكلة العنف بقلب الأسرة لتعرف قديش بمحل السلطات ظلمتها، وقت تصير مع المشكلة بعلاقتها الزوجية بتعرف قديش المحاكم الدينية اللي هي ترعى شؤون الأسرة بقوانينها الطائفية قديش هالمحاكم ظلمتها، وقت تصير مع مشكلة تحرش بمكان العمل بتعرف النساء انه ما حدا عم يحميني، ما في قانون يحميني. بس هذا الوعي النسوي بلش يتبلور ويتشكل بلبنان أكثر، وطبعا يعني في وراء جهود وسنوات من النضال، إنما فعلا بالحقوق الإنسانية البديهية بعدنا نحن متأخرين، بالمظاهر يمكن مش متأخرين بس بالمضمون متأخرين كتير، ولدرجة حتى أنه نحن من البلدان العربية اللي بعدها لهلأ كمان النساء ما بتعطي الجنسية لأسرتها إذا كانت متزوجة من حدا أجنبي مثلا. يعني هيدي بسرعة جردة لقدي بعد عنا قضايا حقوقية نحن بعد ما حصلنا عليها أبدا. نعم بشرة، زمنا نحكي عن الهوية المركبة. هلا أنت كامرأة في سوريا وككردية في سوريا، الوقائع يعني يلي منعرفها تشير أنه في تمييز يطال هذين المكونين، ما هو الإحساس بهذا التمييز المركب أو المضاعف؟ كثير بشع صراحة، صعب كثير بشكل عام، صعب أنه يعيش الواحد كأنثى في المجتمع أو بشكل عام، صعب كثير. وإذا كنت أنثى وكردية فهي كتير أصعب، لأن عندك حيثيات مجتمعية متراكمة عبر قرون، وعندك كمان قضية وطن، قضية فعل، قضية احتلال مركب ومعقد، وهذا الاحتلال أدنى بكون ربما إقليمي ظاهريا، لكن هو قضية دولية عالمية تتدخل فيها كتير من القوانين الأمريكية، يكون أصعب بكثير من أي قضية أخرى أو بلد آخر. بس تعتقد أنه كامرأة كردية أو كنساء كرديات عم بيحاول يكون جديرات في النضال
وفق هالتعقيدات الشائكة هيدي اللي يقدروا يتجاوبوا معها ويضعوا خطط حسب هالخصوصيات هيدي. نعم غيداء، الحواجز اليوم اللي عم تحكي عنها بشرى، في اليمن في الترتيب العالمي للمساواة بين الجنسين اليمن دائما يحل اخيرا. اليوم بال2020 يمكن هلا نحن عم نحكي، ما بعرف كم فتاة ولدت باليمن، ما هو المسير الذي ينتظر الفتاة في اليمن اليوم؟ طبعا اليمن دائما اخر شيء في كل المعايير الحقوقية، مش فقط المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن نحن نبحث عن او نتمنى الايمان بالنظرة التفاؤلية. وضع المرأة في اليمن في السابق ليس مثل الآن، في تحسن ولو كان نسبي. يمكن فترة الحرب أدت إلى هذا التدهور، أنه نتأخر أكثر من ما قبل، ولكن بشكل عام صار أنه المجتمعات اليمنية طلعت شوية من العرف القبلي، في شوية تطورات وإن كانت طفيفة، هي قياس على المدى البعيد أنه الأجيال القادمة لن تعيش هذا الوضع الحالي اللي نحن عايشين فيه. مايا، بالانتقال إلى لبنان، خلال المسار الحقوقي الذي تسلكه المنظمات النسوية الناشطات، شو هي الحلقة المستعصية على الكسر أكثر؟ القانون، المجتمع، أم النظام السياسي في لبنان؟ بلبنان نظام السياسي، إذا بدي رتبهم يعني الهرمية المشاكل من الأكثر صعوبة، يعني النظام السياسي لأنه تركيبته جدا معقدة وقائم على حلف ما بين السياسة الطائفة الأبوي والمحافظة، يعني مقسمين على بعضهم بشكل أنه امتيازاتهم الذكورية والاقتصادية متشابكة لدرجة أنه بتتعاون مع بعضها لحتى تتآمر بهذا الحلف القوي جدا ما بين الحزب والرأسمالي والدين الأبوي ضد الناس كلهم طبيعة الحال. ومنقول دايما أنه النساء بتجي ضدهم بشكل مضاعف بسبب التمييز اللي يمارس عليهم لأنه نساء. فبلبنان ما في نية لهلأ، ما شفنا نية أنه نتحول لدولة مدنية بوضوح، يعني نحن ما لا دين للدولة في لبنان مثل غير بلدان عربية، يعني نحن مفروض أنه خلص نتقبل أنه هيدا هي هويتنا، متعددي الطوائف، في عنا 18 طائفة و15 محكمة دينية، إنما لازم يكون في قانون واحد يتعامل معنا بمساواة، بس ما حدا بده هالقانون لأنه الأحزاب عم ترضي الطوائف والطوائف ترضي الأحزاب واثنيتهم عندهم مصالح اقتصادية من هالنظام وبيقبضوا مصاري على ظهرنا وحتى على ظهر معاناتنا. يعني بعطي مثال بسيط، إنه المحاكم الدينية كمان بمعظمها بتقبض مال من الدولة، يعني فكسر هالنظام هو اللي عم بيكون صعب واللي عم بيعوقنا كمان كنساء انه نخطي خطوة لقدام، لانه كله واقف على طبيعة هالنظام الطائفة اللي حكمنا. وقت يصير عنا قانون مدني واحد بيساوي بيناتنا كنساء، يعني مش بس ما بيميز ضدنا، مش بيعاملني انا كامرأة لنقول شيعية ولا درزية ولا مارونية بطريقة مختلفة، يعني بالاول خلينا نحن يعاملنا مثل بعض لما يكون فيها التمييز المضاعف بيناتنا. فأنا برأيي أنه النظام السياسي بلبنان هو المشكل الكبير وهو اللي عم نثور ضده كنساء بالشارع، لأنه منعرف ويلاته حتى قبل ويلاته الاقتصادية اللي خلتنا نرجع. ولكن هيدا النظام السياسي اليوم أو هيدا اللحمة ما بين الدين والسياسي والمذهبي، ما في إلى مقبولية بالمجتمع اللبناني؟ طبعا إلى مقبولية، وبالأخير أنه إذا كنت براتة بتبطل تاخدي ولا أي خدمة ولا أي شيء أنت بحاجته إذا أنت برات هيدا الصيغة ترمي خارجا، يعني فبالتالي المعلقين الناس بهالشبكة الزبائنية الخدماتية وما في غير بديل للأسف كان عند الناس. يعني أنا مني ميالي أني لوم المجتمع أنه عم بيضطر يتعامل معه بمحال مجبور إذا في عنده عائلة بده يعيشها، بس ما أنا أنه نبني على المحاولات للخروج منها اللي الناس بمحال عندها الرغبة بس ما عندها الأدوات، فخلينا نخلق هذه الأدوات مع بعض، يعني من فوق لتحت من تحت لفوق، يعني الأشياء بتصير هيك مع بعضها برأيي، وبلشت تصير وشفناها أنه صارت يعني بتشرين الأول وحتى بال2015 وأكيد رح تكمل.
نعم، هون عم نحكي بعدنا بالسلم. اليوم بسوريا الحرب الممتدة من 2011، إذا بدنا نعمل مقارنة سريعة ما بين واقع المرأة قبل الحرب وما بعد الحرب، كيف شو هي الصورة اللي نطلع فيها؟ مختلفة جذرية تماما، لأن سوريا قبل 2011 نحن نحكي عن دولة، عن نظام، سيادة، عن سيادة ديكورية، سيادة دينية، سيادة طائفية، ولو غير مسمات يعني لحد ما، وسيادة ذات لون واحد. يعني عندك مثلا كثير من المكونات والقوميات والهويات الثقافية الموجودة في سوريا غير معترف بها بسوريا. بواقع العمل كمان مثلا يمكن أكثر قومية معرضة كانت الإنكار، مش بس دستوريا حتى على أرض الواقع، هو الشعب السوري، مع أنه هو ثاني مكون أساسي بعد الشعب العربي في سوريا. بس بعض الأحداث اللي صارت من 2011 لحد هلا، يعني صراحة ممكن نحكي هلا عن سيادة سورية بامتياز. كيف انسحب ذلك على المرأة؟ ما هي الفاتورة التي دفعتها المرأة؟ أول شيء الفاتورة هي اللي صارت في حرب داعش، وهجوم داعش على المرأة واستبداده للمرأة بالدرجة الأولى، وبالدرجة الأولى تهجير المناطق الخفية للمرأة السورية. ثانيا النظام رغم أنه شكليا موجود ما حمل المرأة ولا حاول أنه يساعد بردع هذه الهجمات الداعشية اللي تلتحق بغطاء الدين ونتغلب عليها. لازم نعمل إشعار حرب المرأة أولا. نعم. كمان بموضوع النزاع العسكري والحروب، كمان ما هي الفاتورة التي دفعتها المرأة اليمنية؟ وإذا ما نحكي سياسيا اليوم، إذا مكونات الشعب اليمني منقسمة سياسيا، وبعد إذا المرأة كمان منقسمة سياسيا على ذاتها، هل ساهم ذلك في تضعضع الصف النسوي؟ أنا دائما يعني أحس إنه التجربة اللبنانية كتير قريبة من التجربة اليمنية في مسألة إنه يمكن إحنا ما عندناش الطائفية لهذه الدرجة، ولكن الاصطفاف القبلي، الاصطفاف المناطقي عندنا كتير كبير. بالتالي المرأة إذا خرجت عن إطار فئة المجتمع اللي تأيد طرف معين بالصراع، بالتالي هي تفقد أكثر من ما تكسب، فبالطبيعي إنه يكون في انقسام في صفوف النساء. ولكن من جهة أخرى هناك حركات نسوية تحاول أن تتشبث وتتمسك وتجد أرضية مشتركة بين جميع النساء من خلال تعزيز مطالبهم، من خلال إيجاد قواسم مشتركة بين كل هذه النساء في المجتمع اليمني لاستمرار هذا اللي أقدر أسميه جهاد. نعم، هذه النوافذ المضيئة في اليمن وفي غير اليمن سنتطرق إليها، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة الخاصة من بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي، وفي هذه الفقرة سنركز على النوافذ المضيئة في واقع المرأة ومبادراتها في منطقتنا. بشرى، أنا بدي بلش من عندك، بدي أحكي أكثر عن المرأة الكردية. هلأ معروف النظرة الكردية إلى المرأة أنه هي متسامحة ومتحررة، يمكن أكثر نظرة يعني بهذا الإطار مقارنة مع شعوب المنطقة. وخلال قتال داعش وتحديدا بمعركة كوباني، المرأة الكردية شدت أنظار العالم إليها. بدي أسألك، ليش المرأة الكردية حملت السلاح؟ هل هو بدافع قومي أو بدافع أنه هي بدها تكون عم تمارس واجبها بالدفاع مثل الرجل؟ أولا موضوع التسامح هو يعني موضوع متعاصي في المرأة الكردية بصراحة بطبيعتها، لأن أغلب الشعب الكردي هو مجتمع زراعة، يعني اشتغل بالزراعة على طول آلاف السنين، فهيدي التسامح والأصالة هيدي موجودة بالشعب بشكل عام، بس عند المرأة بشكل خاص أكثر. بس لازم كمان نلفت على موضوع خاصة بالقرنين الأخيرين أو حتى بالقرن الأخير، يعني مثلا بالقرن العشرين، والسياسات اللي ركزت على المجتمع الكردي وكيف تجرده من هويته، من ثقافته، من وجوده، من طبعه الأصيلة. عم بحكي الآن عن مجتمع مقسم بين أربع دول رئيسية وأساسية بالشرق الأوسط، الهند، تركيا وإيران وسوريا والعراق، هذه ناحية. وناحية ثانية كمان ما عدا
كثير من الجاليه الكرديه اللي منتشره كثير من لبنان. هيدي النقطه الثانيه كمان، هل السياسات اللي تابعه لهالدول ادخلت في طبيعه المجتمع الكردي كثير من الخصائص والعادات اللي هي ما بتعود لهالمجتمع؟ فهيدا خلى في فترة شباب خلال القرن العشرين عند المجتمع عند المجتمع ولو فترة قصيرة بدء حراك كردي عصري معاصر بلاد نسوية بالسياس، ونفضت على حالها الغبار هيدا لحد ما وصلنا لمرحلة القتال داعش أو محاربة داعش. فكانت المرأة الكردية مسلحة بكثير من الأدوات يلي حكت عنها الست، إنه كثير من الأدوات يلي كانت جاهزة عند المرأة الكردية. فصار لما بلشت الحرب ضد داعش كانت مجهزة نفسيا تنظيميا سياسيا عسكريا اجتماعيا كل النواحي كانت مجهزة، فبالتالي هيدا يلي خلاها تصير أيقونة إقليمية وعالمية بفترة كثير قصيرة بوقت بكثير من الأماكن يلي صار فيها الإبادات والمجازر ما كان في هالأيقونات تطلع بسبب عدم هالجاهزية اللي من قبل. المقولة تقال إنه بالحرب تكسب الحرب قبل خوضها، نص الحرب بتكون تكسبها قبل ما تخوض الحرب، فهون ميزة المرأة الكردية. بدي شيء كمان سلط الضوء على نقطة مهمة ثانية كمان، المرأة الكردية مش بس أيقونة بالمجال العسكري، يعني هيدي كمان نقطة كثير مهمة، يعني بمجرد ما تشيل السلاح ما فيك تكوني أيقونة بكل معنى الكلمة إذا ما نظمتي حياتك بكل مجالاتها. هلا مثلا بتجربة المرأة الكردية بسوريا، في عالم ريادي بامتياز لكل مجالات الحياة، لدرجة إنه وصلنا موضوع المبدأ المناصفي مطبق حتى شوي أكثر من المناصفي لصالح المرأة في كثير من المرأة. وين عم تحكي بالتحديد؟ بمنطقة شمال سوريا؟ نعم بالتحديد. وعندك نظام الحياة المشترك اللي هلا صار له 50 سنة مطبق، خاصة مع الأحداث اللي صارت في سوريا، مطبق مش بس على مستوى الأعلى يعني مكان صنع القرار خلينا نقول هو رئاسي في المستوى العالي، وإنما من أصغر خلية اللي نسميها نحن كومين، من أصغر خلية في الحي لا توصل للقرى للمدن للبلدات الضواحي لحتى أعلى مستوى. عندك نظام رئاسي مشترك مرأة ورجل، هيدي مش بس انه هالنظام تقسيم سلطات او تقسيم ادوار، وانما هو كخطوة استراتيجية لتمكين المرأة. يعني مثلا نحكي نحن انه مثلا الصيداء يلفت الانتباه لنقطة كثير مهمة، عندنا مشكلة انه نأجل قضايا المرأة لما بعد الحرب، بس بعد كل حرب دائما الخاسر الأكبر هو المرأة. فهون ميزة الميزة الفريدة عن تجربة المرأة الكردية انه داخل الحرب أثناء النزاع وحتى في قمة النزاع أخذت الفرصة، تنتهز الفرصة لتكون نفسها وتكون أدواتها الخاصة هي كامرأة، يعني بالإضافة إلى دورها الفعال على المستوى الوطني والقومي فيما يخص القضايا العامة. فهون الميزة المهمة كثير، بحيث أنه هلأ إذا أي حدا يروح لشمال شرق سوريا بلاقي أنه الحضور النسائي بارز جدا وفعال جدا. نعم غداء، بالحديث عن الفرص اللي كانت عم تحكي عنها بشرة، المرأة اليمنية خلال الثورة عام 2011 كمان تحدد كل العادات والتقاليد ونزلت هتفت بالحرية بالكرامة بكل المطالب، هذه المشاركة كيف أثرت على الحراك النسوي وعلى الوعي الجمعي في اليمن؟ طبعا في النقطة هذه تحديد بالتأكيد كان في إنجاز حقيقي للمرأة اليمنية في ثورة 2011، وكان في مخرجات لهذا الإنجاز، منها تطبيق نظام الكوتا 30% في الحوار الوطني. ولكن عشان نرجع شوية لورا، برضو كان المرأة عندها إنجازات سابقة، يعني الحراك النسوي لم يبدأ في 2011، وفي جزئية مرتبطة دائما باستخدام النظام سواء كان النظام السياسي أو النظام الذكوري للإعلام لطرح وفرض صورة نمطية شاملة
تضعف من دور المرأة في المجتمع. نحن المجتمعات العربية وبشكل عام كل العالم ينظر للمرأة اليمنية أنها هي المرأة المنقبة اللي لا لابسة السواد كامل وما عندهاش أي أدوار حقيقية في المجتمع وما عندهاش مشاركة سياسية. هذا كله ما هوش فعلا حقيقي. في تاريخ عريق للمشاركات النسوية. ما قبل العام 90 كان اليمن الجنوبي ريادي في مسألة حقوق المرأة طبقا للنظام الاشتراكي اللي كان سائد في هذه الفترة. بالتالي كانت المرأة متساوية مع الرجل بكل التفاصيل بكل الإنجازات وكان لها دور كبير. في الشمال نفس الشيء كان في دور كبيرة للنساء. ولكن ما بعد حرب 94 واستخدام النظام للفكر الوهابي إلغاء الفكر الاشتراكي من ناحية ولتأطير المجتمع ضمن إطار، يعني مثلا احنا على سبيل المثال المرأة الريفية أو المرأة القبلية هي تشتغل وتروح إلى الحقل لحالها وعندها دور ريادي وإن كان بالمفهوم الضيق، ولكن الإعلام لا يسلط الضوء على هذا الدور عشان يبين دائما أو يعكس فكرة أن المرأة لا يوجد لها صوت. نعم مايا، دايما يعني ممكن عم نحكي عن الربيع العربي حل في اليمن في الموجة الأولى عام 2011، بلبنان تأخر كتير يعني لل 2019 لحتى حلت الثورة أو الانتفاضة. هلأ جزء من المآخذ التي أخذت على هذا الحراك اللبناني تذبذب المطالب، من بين المطالب النسوية اللي كانت جدا حاضرة وواضحة بهيدا الحراك، حتى هاشتاج الثورة أنثى كتير أخذ ضجة يعني على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا ليش يعني الثورة أنثى. المرأة لما نزلت الطالب بإسقاط النظام الطائفي في لبنان نزلت لأنه امرأة أولا ثم مواطنة ثانيا. أول شيء لما أظلم لبنان بال2011 بتذكر كان في تظاهرات إسقاط النظام الطائفي، إنما طبعا طمست لأنه ما كان في يمكن وقتها أرضية جاهزة يعني سياسية لهذا النوع من التغيير. 2015 غرقنا بنفاياتنا كمان، نزلنا وبوقتها كمان تشعبت المطالب. خلي يعني كل المشاهدين والمشاهدات يعرفوا حقيقة اللي عم يصير بلبنان، انه غرقنا بنفاياتنا وتعددت المطالب طبعا. وبال2019 عملنا رجعنا ثورتنا يعني من بعد الجزائر ومع العراق. يعني هو الربيع العربي خلينا نقول انه الثورات بشكل عام هي منا خط جالس له بداية وله نهاية، رح يضل قائم ورح يضل له وقته. وبالنسبة لنا كلبنان وحتى يعني بسمح لحالي أقول بالعراق، كان في إرادة قصدية بذكر مطالب نسوية بثورة على نظام أضراره علينا متفاوتة. فأنا ليه بدي خبي هيدي الحقيقة؟ يعني أنه النظام الذكوري الأبوي اللي منضل نحكي عنه ومنعرف كتير منيح كيف آلياته وكيف أدواته لقمعنا، ليه بدي أنا يعني أقول هلأ مش وقتي؟ بمحل أنه نضوي على قضايانا، مش يعني عم نخفي القضايا التانية، بالعكس يعني عم نقول أنه ليك قدي نحن مترابطين أوجاعنا ومعاناتنا ببعضنا البعض. وهل نزلنا كنساء أو كمواطنات؟ أنا برأيي ما في فرق، ما في فرق. مثل ما هن قامعيننا كنساء وكمواطنات، نحن نازلين كنساء وكمواطنات ضدهم. نحن الهم الاقتصادي بنحمله مثلنا مثل الرجال، بالعكس نحن أول مين بيشحطونا إذا حبلنا أو ما بيوظفونا إذا حبلنا. نحن أول مين بيفكروا يمكن أنه يقتطعوا من رواتبنا خاصة إذا كنا بمناصب منا عالية. فإذا أصلا واصلين على المناصب العالية، يعني حتى بحكي يعني بسمح لنفسي بالقطاع الإعلامي، نحن كتير حاضرات بس قديش نحن رؤساء تحرير، قديش نحن أصحاب المؤسسات، ما بظن يعني النسب عالية. وبالتالي نحن ضحايا النظام الاقتصادي كمان، ونزلنا لنطالب بتغيير نظام اقتصادي وسياسي وبتغيير نظام ذكوري بنفس الوقت، فمشان هيك ما بفصل بين الاثنين. جميل جدا. بشرى، بالحديث عن المشاركة السياسية وتمكين المرأة، هلأ من بعد ما بدأ الصراع في سوريا عام 2011 برزت هيئات سياسية إن كان داخل سوريا أو في المهجر خارجا. هل هذه الهيئات السياسية التي في غالبها معارضة يعني عززت فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟ صراحة بعد بروز هوية المرأة بالقتال ضد داعش، خلينا نقول يعني كمان
المرأة القضية تحديدا. بعتقد بشكل عام صار في تدقيق على إشراك المرأة في كثير من الأوقات، لكن هون المشكل إنه إشراك المرأة لأي غاية وأي امرأة وعلى أي أساس يعني هون المهم، لأن في كثير ممكن يكون في شخصيات من مركزة على قضايا المرأة بقدر ما أنه مركزة على القضايا العامة. وهذه نقطة بعتبرها مهمة، لأن أي حراك أي ثورة أي عمل إذا بدنا بالفعل يوصل لنتائج استراتيجية وجذرية فلازم نركز فيه على قضايا المرأة، لأن هي قضية استراتيجية وجذرية، هي اللي تتحمل أعباء كل القضايا بالبلد بكل مناحي الحياة بأكثر، يعني هي بالمركز تماما مركز القضايا. فبالتالي لو نعالج هالمركز هاي ونركز عليه بنكون قدرنا نحل كل القضايا. نعم بالتفاؤل، انت دائما غيداء تحبين التفاؤل، بدي انقل هذا التفاؤل. هذاش غيره اصلا، يعني صعب انه رغم كل المعاناه انه نضل كمان سوداويين او نفقد الامل في هذه اللي برجع اقول الجهاد، لانه وضع المراه تطور من قصه انه انت تطالبي بحقوقك، يعني تجاهدي لتوصلي لحقوقك. نعم التطوير بدي احكي عنه، انت قبل شوي ذكرتي موضوع مؤتمر الحوار الوطني، المراه كان لها كوتا بنسبه 30%، هلا يمكن رجع هذا المسار السياسي وقف من بعد ما صارت الحرب باليمن، لو كمل هذا المسار السياسي هل فعلا يعني كنا حنشوف نتائج حقيقيه له بتطوير المشاركه السياسيه للمراه؟ انا اعتقد نعم، لانه في مؤتمر الحوار الوطني كان في التفاف لانه اجى الوقت لمناقشه جميع القضايا الوطنيه والخاصه والمرأة بشكل عام. يعني في مؤتمر الحوار الوطني كانت في مرحلة ذهبية لفكرة هذا الالتزام الأخلاقي من العديد من الأطراف وبالذات النساء، ويمكن هذا التهديد اللي يراه تراها النظم السياسية أنه دائما المرأة عندها التزام أخلاقي أكثر يمكن لطبيعتها، طبيعة الأمومة اللي فيها أو المقدمة اللي تكلمت عليها في بداية الحلقة واللي هي جدا مقدمة رائعة بس ياريت يفهموا كل هذه التفاصيل. التفاصيل هي شعرنا أنه في مرحلة ما أو في لحظة ما أنه هذا الحوار وهذه المخرجات هي قارب النجاة للوضع اليمني. أكيد كان في قصور لبعض القضايا مثل القضية الجنوبية وتمثيل القضية الجنوبية في هذا الحوار، ولكن بشكل عام كان في التفاف وطني حقيقي تجاه الخروج من مأزق ما بعد صالح وكيف ستكون اليمن بعد صالح. ما صار بعد ذلك هو أخر كثير التقدم النسوي، يمكن حتى لو ما كانش صارت الحرب أنا كنت مدركة أو لازلت معتقدة أنه هذه 30% الكوتا مش هتعدي على خير، لأنه أشرت في السابق يعني برجع شوية للنظرة السوداوية أو بالأصح هي الواقع المجرب. نعم. أنه ممكن تصير في 30% كوتا من كل المناصب السياسية، لكن برضو مثل ما أشرت الأستاذة فكرة من الذي يمثل؟ ما نحن قبل 2011 كان في تمثيل نسوي في السلطة وإن كان بسيط، بس الأحزاب عندها شغلتين أساسيتين فيما يخص تمثيل المرأة. النقطة الأولى اللي هي سوف تأتي بامرأة تطالب بمطالب الحزب وليس بمطالب المرأة وحقوقها وأن تكون صوت معاناة المرأة في اليمن، والنقطة الثانية هي اختيار في معظم الأوقات ولكن ليس الجميع اختيار أسوأ المستويات من النساء على المستوى التعليمي أو على المستوى المعرفي لعكس نموذج سلبي للمجتمع، أنه إذا أنتم بدكم تطلع امرأة لتحكم في جانب سياسي أو في منصب معين فهم يختاروا أقل الكفاءات لتحريض المجتمع تجاهها، أنه أنت امرأة ما مش حيطلع منك شيء بالنتيجة. ففكرة 30% جدا مهمة، ولكن نرجع ونقول أنه ما على الورق يجب أن يطبق بإجراءات حقيقية، يجب أن يطبق بمعرفة ووعي حقيقي. نحن نريد 30% نسبة نساء، ولكن نساء كفاءات ونساء متمكنات في مجالاتهن، لأنه هذا هو سيعكس بشكل إيجابي على قضية المرأة. نعم مايا، تكنوقراط حل أخيرا في لبنان مؤخرا، حسان دياب شكل الحكومة قال أنه يحكم التكنوقراط وحكومة عصرية جدا فيها 6 وزيرات وأول وزيرة دفاع في العالم العربي هي في لبنان،
برأيك هل هي فعلا مشاركة حقيقية أم بروتوكولية للمرأة؟ هي الحكومة كلها يعني مني قبضتها جد صراحة لعلق على موضوع مشاركة النساء، ومش لحتى أقول أنه النساء الموجودات فيها يقلل من شأنهم، عندهم بروفايلهم، عندهم خبرتهم، وهي أكتر حكومة بيكون فيها حضور وزارة للنساء، يعني تقريبا الثلث في 6 نساء، ومثل ما قلت منهم وزير الدفاع. إنما الحكومة كلها سياسيا وأجندتها السياسية ما كتير فرقت عن اللي قبلها، وما عم تعرف تدير الأزمة الاقتصادية والصحية والسياسية اللي نحن موجودين فيها بلبنان. وبالتالي أنا عم بحكم عليها كلها سوا، إنه ما كانت يعني شو يعني تكنوقراط إذا عم تاخد خيارات سياسية كتير مجحفة. بالأخير شو نفعنا الاختصاص إذا عم بيرجع بيتبع لقرار الطبقة الفاسدة نفسها؟ بقى ما بتخيل انه حليناها بهذا الشكل. ووجود النساء يمكن مرات بحاولوا انه يظهروا نفسهم السياسيين انه تقدميين اكثر من غيرهم، وبيستخدموا النساء اللي منقله توكنزم يعني بطريقة رمزية صورية حتى هن يسوقوا لنفسهم بطريقة احسن. النساء اللي هلأ هن موجودات فيهم يكونوا على الصعيد الشخصي والمهني كفؤات، بس بسياق الحكومة اللي هن فيها وكيف هالحكومة عم تتعامل مع ملفاتنا وكيف ممكن هي تكون جربت تسوق لوجودهم، أنا هيدا انتقاد الشديد للحكومة الحالية، ومش هيك مش كتير معقول عليها. نعم بسرى، بدنا نحكي أكتر عن موضوع التطرف الدين اللي شهدته سوريا بالسنوات الماضية. كنت عم بقول أنا أنه جسد المرأة هو مادة غنية جدا للتشريعات، وتحديدا التشريعات الدينية. كيف واجهت المرأة بسوريا هيدا الفتاوى وهيدا القوقعة التي وضعت فيها المرأة ببعض المناطق؟ بعتقد كيفية المواجهة هي ظاهرة بدها دراسة وتستحق الدراسة بالفعل، خاصة بسوريا، لأني عم نحكي عن قتال شرس للمرأة ضد الفتاوى هيدي أو هالتشريعات اللي تتناول المرأة كجسد دوني، كمتعة، كسلعة حتى، كلا شيء. فمشان هيك مثلا يلزم أن الواحد يدرسها بشكل جيد. نعم مايا، ما هي نوافذ الأمل في لبنان؟ ما الذي حققته المسيرة النسوية حتى الساعة؟ أو إذا بدنا نحكي عن السنة الماضية من سنة لهلأ؟ يعني باختصار الحراك النسوي بلبنان هو اللي ملأ الفراغ اللي الدولة تركته، لأنه الدولة مهمشة وهاملة كل قضايا النساء، يعني مع العلم أنه مساهمات النساء بقلب البيت وبالعائلة الأكبر وبالأصحاب وبالمجتمع المحلي والمجتمع الأوسع وسوق العمل حتى مساهمات كبيرة، بس ما عم تلاقي أبداً أنه عم ينعطاها حقها. فالحركة النسوية هي غطت هالفراغ، كان حتى بالخدمات المباشرة للنساء بدهم أبسط الحماية من العنف أو أبسط الاحتياجات. وأكثر إنجاز أنا بحبه هو بلبنان الإنجاز الخطابي لبلورة وعي نسوي، قادر مش يعني يقول أنا عملت إنجاز بهذا الملف أو هذا الملف، عم بعمل إنجاز تنظيمي واسع ما بين تجمعات وتنظيمات مختلفة، وعم ببني وعي جديد عن جيل كتير. إذا بتقعدي مع الجيل الجديد بتلاحظ الفرق بينه وبين الجيل اللي قبله بنظرته للعلاقات، نظرته للحياة، للمستقبل، للزواج أو اللا زواج. يعني في ديناميات وعلائقية مختلفة كتير بالجيل الجديد، بيعود للحركة النسوية والخطاب اللي عم بتخلقه واللي قبلنا كمان خلقوه، بس هلأ مع فورة الاتصالات والأدوات كمان الخلاقة اللي عم نستخدمها بلبنان وأكيد بغير بلدان، حسيت القفزة صارت كتير أسرع. يعني أنا هلأ بنقز وقت أسمع أولاد أختي أو أصحاب أصغر مني، يعني أنه يمكن اللي بعرفه هلأ بيعرفوه صاروا وبيعرفوا أكتر مني بعمر أصغر. فهيدا الشيء اللي أنا صراحة بيأثر فيه وبيعطيني أمل. وأكيد إلى جانب التغيير التشريعي، يعني التغيير التشريعي بالنسبة إلي هو يعني محطة، بس ما أنه هو الاحتفالي. يعني أكيد هو خيار للمرأة أنه يكون عندها، إذا حابة تلجأ للعدالة يكون عندها هيدا الحق أنه تلجأ له. نعم، ومشاهدينا، ما هي طموحات وأمال المرأة في مجتمعنا؟ ولكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من بيروت بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأجدد الترحيب أيضا بضيفاتي العزيزات غيداء وبشرة ومايا. هلأ بدنا نخلي حوار مفتوح. كتير حكينا نحن قبل الفاصل عن موضوع الدين، عن موضوع المجتمع، النظام السياسي، مسؤوليته تجاه المرأة، بس ما حكينا عن مسؤولية المرأة تجاه نفسها. هلأ هون شوي بدي اسمح لنفسي وجه انتقاد لبعض النساء. في نساء فعلا هن يتبنين عقيدة استعبادهن. انت شو رأيك بهذا الموضوع وما هو واجب المرأة تجاه نفسها؟ انا اعتقد كلمة او فكرة الاستعباد هي كتير مبالغ فيها، وهي مجحفة في حق المرأة. المرأة مثلها مثل اي انسان حر يسعى الى الحرية، وان كانت بمختلف المقاييس او المعايير من دولة الى اخرى. فيما يخص الشأن اليمني تجاه المرأة أو مسؤولية المرأة تجاه نفسها، النسويات في تجربة اليمن تحديدا، للأسف بعض النسويات لا يراعين خصوصيات المجتمع، لا يراعين مفهوميات مفاهيم المجتمع البسيط، ومن ضمنهم المرأة. نحن نواجه فكرة أنه المرأة تحارب المرأة أكثر يمكن من أنه الرجل يحارب المرأة. بالتالي المفروض أنه النساء اللي حملن على عاتقهن أنه يكون هدفهم في الحياة هو تعزيز دور المرأة وإعطائها حقوقها ورفع وعي المرأة وتمكين المرأة، لازم قبل كل شيء يفهموا مجتمعاتهم ويفهموا خصوصيات هذا المجتمع، ويجدوا أرضية مشتركة أو يجدوا آلية تعزز من دورهم في الخطاب، في سياق العلاقة المشتركة بين المجتمع. نحن عندنا مشكلة النخبوية هي للأسف الشديد بشكل عام، سواء كانت للنساء أو حتى الرجال، دائما الشخص النخبوي أو المثقف يخاطب المجتمع بطريقة تنظيرية ومتعالية. بالتالي حتى إن كان كلامه حقيقي، وحتى إن كان هو يتبنى فكرة مهمة وفكرة خلاقة، لا يستطيع كسب الشارع وكسب الناس، لأنه أنت بتحسسهم أنه أنت أعلى منهم وأنهم أقل منك. بالتالي على المرأة تفكر بهذا من هذا المنطلق، وتبحث عن آلية تعزز من تفاعلية النساء فيما بينهم بمختلف فئات المجتمع للوصول إلى دور للمرأة أفضل، ومطالبة وتأييد من المجتمع بشكل أفضل. مايا، تعتبري في امرأة غير نسوية بالمطلق ولا لا؟ ولكن في شق نسوي في كل امرأة، ولكن الوعي يختلف. يعني في امرأة لا تعي هذا الوعي أو هذا الشق بداخلها. أنا بالنسبة إلي أنه ما في امرأة ما كان عندها تجربة ظلم أو تمييز، حتى اللي هي بالأخير عم بتمارس ذكورية، هي عم بتمارس ذكورية لتحمي موقعها ولتضل مقبولة بمجتمعها، لأنه هاي طريقة الدفاع عن موقعها. ومحال حتى إذا كانت بموقع قوة، هي موقع قوة لأنه أخذ مباركة من المجتمع الضيق تبعها، وهي الشغلتين الاتجاهين بغزوا بعض. فأنا ما كتير بلوم النساء على هذا المحال، لأنه بعرف أنه هي نوع من تكتيك بيعملوه حتى يقدروا ينجوا بهالبيئة العدائية اللي هن فيها، بيقوموا بتأقلموا مع أساليبها. وحتى هن هونيك بالأخير هن صح عم بيعيدوا إنتاج هيدي الثقافة، بس أنا أكيد إنه ما في مرة على الكرة الأرضية ما تعرضت لشكل من أشكال التحرش أو التمييز، حتى وهي بموقع عم بتساير الذكورية إلى حد ما. وهون يعني أكيد بحب أقول إنه النسوية كمفهوم هي واسعة حتى تشمل كل الناس، يعني والنساء حتى بكل هوياتهم. حيكون صراع صعب، بس بتخيل عم نقرب له سنة عن سنة. نعم، بعيد الصراع بشرة، كمان شو مسؤولية المرأة تجاه نفسها برأيك أنت؟ إلها مسؤولية أكثر من الدرجة الأولى بصراحة، مش بس تجاه نفسها وإنما تجاه المجتمع ككل. أكثر من هي أكثر من يشعر بالاضطهاد، أكثر من يشعر بالقمع ويعاني ويتشرع ولو رغم نطلب مني إنه ما في أي امرأة تحب أن تكون عقدة، هي أكيد محسومة حسب رأيي، بس في تشغيل لبعض القناعات. مثلا يقولوا عندنا إنه لو قلت لواحد إنه أنت مجنون 40 مرة، بالمرة 41 بفكر بالفعل يسأل حاله يا ترى أنا مجنون ولا لا. فبظاهرة المرأة عم نحكي عن
استعباد واستملاك وتشييع لمدة آلاف السنين. فبالتالي وصلت لنظرة قدرية إنه أنا بالفعل هيك خلاص نحن هيدي النظرة المتشابهة. فأول شيء بعتقد إنه مسؤولية المرأة أول شيء إنه تقضي على هالنظرة القدرية. لا أنا كمان إنسان إلي كياني إلي إرادتي إلي عقلي إلي وعيي إلي إحساسي. نعم. بل وأكثر من الرجل أنا أحط خط أحمر أكثر من الرجل صراحة. لا. يعني ما راح أدخل ليش ما ليش هذا موضوع تاني بس أنا بها قناعة كثير يعني مؤمنين. فبالتالي خلينا نصفط عن نفسنا هالغبار اللي موجود لحتى نقدر نفجر طاقاتنا. وبعتقد إنه بلشت هالمرحلة هيدي يعني. وثانيا خلينا نعرف الحدود كل الحدود. نعم جميل جدا. غيداء كلمة أخيرة توجهينها للنساء في يوم المرأة العالمي جملة مختصرة. شدوا حالكم. يعني أنا الكلمة الوحيدة اللي ممكن أقولها للنساء أنه نحن في الطريق الصح ومهما كانت الصعوبات نحن قادرين لأنه نحن بننتج النص الآخر من المجتمع وبنربي النص الآخر من المجتمع. وأيا كان منصب المرأة أو مكانتها الاجتماعية أو هويتها أو ديانتها هي عندها القوة لأنه هي تحقق ما تسعى له مش إيش المجتمع يطلب منها ولكن أنه هي قادرة أن توصل للتي لطموحاتها الشخصية والعامة. مايا في يوم المرأة ماذا تقولين للمرأة؟ بقلها أنه إن شاء الله بيجي يوم تبطل تسمعي فيه العالم عم بيقولوا لك شو أنت لازم تعملي. بشرة أول شيء أقول كل عام وأنت بخير لكل امرأة بمناسبة هاليوم هيدا وقوتنا بوحدتنا هيدا أكيد. والقرن 21 هو قرن ثورة المرأة وحرية المرأة. مشاهدينا لم تعبر امرأة في هذه الحياة إلا وتعرضت بالحد الأدنى لشكل من أشكال التعنيف إما المعنوي أو النفسي أو الاجتماعي أو المهني أو الجسدي. لكل امرأة قصة ما شعرت فيها أن كيانها الإنساني مسلوب لا لشيء فقط لأنها امرأة. كثيرات في منطقتنا تجرأنا وأطحنا بحواجز الخوف والعار المحبوكة في عمق أعماقهن منذ الطفولة وكثيرات أخريات تتقد فيهن هذه الشعلة وتنتظر أن تتفجر. ونقول لكل امرأة كل عام وأنت أقوى. وفي ختام هذه الحلقة أكرر شكري لضيفاتي الباحثة والناشطة المجتمعية غيداء الرشيدي من اليمن والناشطة السياسية من سوريا بشرى علي والناشطة النسوية والصحفية من لبنان مايا العمار. والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتنا. إلى اللقاء.